والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة مع ميرنا. تفضلي. شكراً لكم نهى ودينا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على كافة الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، الإسكندرية 19-12، مطروح 18-13، بورسعيد 18-13، والإسماعيلية 20-10. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 11، العريش 19-11، طابة 20-13، شرم الشيخ 23-16، والغردقة 24-13. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 9، أسوان 25-10، الوادي الجديد 25-9، شلاتين 26-16، وأخيرا حلايب العظمى 24 درجة والصغرى 17. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.